فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يكون التبرك شرك أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ متى يكون إيه؟ متى يكون التبرك شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد عقد بابا، باب من تبرك بشجرة أو حجر أو غير ذلك، وأورد في هذا قصة الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهؤلاء الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ما فعلوا شيء، لكن طلبوا من الرسول وتثبتوا في الأمر، الرسول أنكر عليهم فامتنعوا، أنكر عليهم فامتنعوا، والسبب أنهم حدثاء عهد بإسلام، عندهم جهل، أسلموا في فتح مكة وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين بعدها، فهم عندهم جهل ولذلك قالوا ما قالوا، وعذرهم الله بالجهل لأنهم لم يفعلوا ولأنهم سألوا الرسول، ما أقدموا على هذا، سألوا الرسول فلما نهاهم انتهوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا وضع أحدهم في سيارته أو والبركة إنما هي من الله، تبرك إنما يتبرك بأسماء الله وصفاته، هذا الذي يتبرك به. نعم.